بالتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي التركي الاستاذ فراس رضوان اوغلو. اهلا بكم استاذ فراس الى هذه الجوله الاخباريه. زياره وزير الخارجيه الامريكيه لانقره، كيف من الممكن تقييمها في ظل حاله من الشد والجذب بين انقره وواشنطن؟ طبعا ممكن تقييم هذه الزياره بانها زياره ممكن نسميها نوعا ما ايجابيه، وان لم يكن هناك كثير من التنازلات الامريكيه ان صح التعبير، ولكن حسب ما ورد من رئاسه الناطقين باسم رئاسه الجمهوريه بعد الاجتماع الطويل حقيقه في الامس بين وزير الخارجيه تيلسون والرئيس اردوغان قرابه 3 ساعات والربع، قيل ان كلا الطرفين بحثا بشكل صريح في كثير من المواضيع منها طبعا سوريا، وان المواضيع والمخاوف التركيه الولايات المتحده الامريكيه ستتناول هذه المخاوف، اضافه الى ان ربما هناك مشاريع اخرى واغلبها هو المشروع الذي تطرحه الولايات المتحده الامريكيه بان تتعاون تلك القوات الحليفه للولايات المتحده الامريكيه اي وحدات حمايه الشعب الكرديه مع امريكا ومع تركيا والجيش الحر في مكافحه البيكاكا. وهذا ربما يحتاج الى ترتيبات مختلفه جدا، لان هناك ارتباط عضوي ترى تركيا بين حزب العمال الكردستاني ووحدات حمايه الشعب الكردي. نعم استاذ فراس، يعني تيلرسون صرح عند قدومه الى انقره قال بانه جاء ليطفئ الحريق كما وصف. برايك هل نجح تيلرسون في هذه المهمه؟ طبعا هو استمرار الحوار هذا اهم شيء، لان هناك بدا شبه انقطاع حقيقه وتصريحات عاليه المستوى بين كلا الطرفين. يعني وزير الخارجيه التركي كان له تصريح عالي جدا عندما قال اما ان تتحسن العلاقات او تقطع او تنتهي، وهذا تصريح في عالم السياسه يعتبر تصريح عنيف وقوي جدا خصوصا بين حليفين. واضافه الى ان تيلرسون قال ان الزياره لابد من الزياره من اجل ابداء وجهات النظر، وهذا الموضوع بحد ذاته يعتبر هو استمرار للحليفين اي في العلاقات القويه بين كلا الحليفان. لكن المشكله الكبيره هي تكمن في السياسه الامريكيه في سوريا التي ربما لا تتوافق تماما مع تركيا، ولكن اعتقد ان الزياره هذه سوف تقسم التواجد الامريكي بين شرق الفرات وغرب الفرات، وربما تتشارك مع تركيا في منبج. نعم، هل بامكان القول بان هذا الصلح الامريكي التركي سيغير موقف امريكا تجاه الوضع في سوريا وعمليه غصن الزيتون برايك؟ حتى الان لا يمكن ان ناخذ بعين الجديه هذه التصريحات، لان حتى الان تركيا لا تصدق الكثير من الامور التي او التصريحات الكثيره التي تطلقها الخارجيه الامريكيه تحديدا، لان على ارض الواقع هناك شيء مختلف، ولكن ربما سينتظر كيف ستكون التحركات على الارض. هذه التحركات لا اعتقد انها ستؤثر بشكل كبير على الوضع في سوريا تماما، ولكن ستؤثر في الشمال السوري، وايضا ستؤثر في العلاقات التركيه الامريكيه في الملف في تحديدا في الشمال السوري. حتى الان سيكون له تاثير ربما جيد بالنسبه لتركيا. نعم الاستاذ فراس رضوان اوغلو المحلل السياسي التركي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.